شهدت مدينة الخرجبة محافظة الوادي الجديد تنظيم زيارة لعدد من طلاب المدارس إلى معبد هيبس، وتهدف الزيارة تعريف الطلاب بالوصايا المكتوبة على جدران المعبد. من ليس له تاريخ ليس له حاضر. تاريخنا موجود على الآثار، آثار الوادي الجديد خاصة يمكن في معبد هيبس، شامل عدد كبير من الأخلاقيات المعاني. إحنا النهاردة ركزنا على أخلاق المصري القديم على الجدران. ده درس متواجد معنا بالصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. بحثنا عنه لمدة 7 شهور لغاية ما وجدنا الحدث فين موجود. طبعا الحمد لله ان احنا متواجدين النهارده مع عدد من مدارس اداره الخارجه، اولاد كتير واولياء امور ومعلمين. معبد هيبس هو اهم المعابد المصريه في الواحات والصحراء الغربيه باسرها. معبد هيبس رمزيه اللوحه اللي حضرتك تتكلم عنها بتمثل الملك داريوس، هو ملك فارسي احتل الدوله المصريه سنه 521 قبل الميلاد، لكن هنا بنشوفه بالزي المصري الكامل، زي ملك مصري لا نفرقه عن الملوك المصريين، وبيقدم قربان هام جدا للحضارة المصرية القديمة. هو رمزية أنثى جالسة على طبق، هي رمز المعط، رمز الحق والعدل، ويعلو رأسها ريشة المعط، رمز ريشة الحق والعدل. اللوحة بتتكلم عن الملك داريوس الأول من عصر الأسرة 27 سنة 25 قبل الميلاد. بيتكلم الملك داريوس الفارسي ده دارة ان هو بيقدم المعط الى المعبودات الرئيسية في المعبد هنا، المعبود أمون رع وزوجته المعبودة موت. المعط دي رمز الحقيقة والعدالة والنور والانتظام في مصر القديمة، هي الضمير، ضمير الإنسان اللي كان بيحيى عليه المصر القديم، ودي من أساسيات وأخلاقيات المصر القديم ان هو كان يحيى على المعط. المعط انتظام لكل شيء في مصر القديمة، هو الضمير الإنساني اللي بيعمل بيه كل حاجة بإتقان، وهو ده أساس العقيدة عند المصر القديم إن بيتم عمل كل شيء من خلال المعط اللي هو ضمير الإنساني بيكرس بيه أثاره للمعبود.